التمرين رقم 5 من سلسلة تمارين التحولات الكيميائية التي تحدث في علم الحياة. معطيات التمرين كتقول: محلول S لحمض البروبانويك، ذات الصيغة ديالو هي C2H5COOH، هذا حمض البروبانويك. تركيز المولي من المداول المستعمل هو السي، كيساوي لنا 1 × 10⁻³ مول لتر معزل، وله بي اش كيساوي 3.90. اولا اكتب المعادله الكيميائيه لتفاعل حمض البروبانويك مع الماء. اذا السؤال الاول بسيط، اذا اولا معادله تفاعل حمض البروبانويك مع الماء. اذا شفنا معادله التفاعل، شو قلت؟ كناخذ الحمض C2H5COOH زائد ماء H2O أسهم. قلنا هذا الحمض كنحيدو له H، إذا نحيدو هاد H هادي غتبقى فيه C2H5COCOO وكندير له مو، لأن مشات له نحيدو له H بلس، هاد H بلس غنعطيو هاد H2O يولي H3O بلس. نشوفو السؤال الثاني. السؤال الثاني قال: احسب نسبة التقدم النهائي لهذا التفاعل، هل هو كلي يعني التفاعل؟ إذا السؤال الثاني حساب طو. إذا شنو العلاقة ديال طو؟ كنطلقوا بالعلاقة اللي عندنا في الدرس. طو كتساوي إكس هنا على إكس ماكس. نعلم أن طو كتساوي إكس هنا على إكس ماكس. إذا قلت إكس ماكس عندها علاقة بالمتفاعل الوحيد، وإكس هنا من الجدول الوصفي. إذا لننشئ الجدول الوصفي للتفاعل واخا ما يطلبوهاش، إذا أنت احتاجت إكس فينا فين كتلقاها؟ كتلقاها في الجدول الوصفي. غنديرو الجدول الوصفي ديالنا هنا، هنا معادلة التفاعل، هنا حالة التحول، هنا التقدم، هنا كميات المادة بالمول، هنا حالة بدئية، حالة وسطى، حالة نهائية، صفر إكس إكس فينال. إذا كتبو المعادلة ديال التفاعل ديالنا هنا، C2H5COOH زائد H2O كيعطينا C2H5COO موال زائد H3O بليس. إذا كان مع الزائد كنقسمو مع السهم كما قلت جوج مرات، وكنقسمو مع الزائد. إذا الماء كنديرو له وافر، لأن المحلية محاليل مائية، وتسمى كنكملو الماء ديال الجدول، لأن هنا إن إي، هنا صفر صفر إكس 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 فينال إكس فينال، إذا هنا إن إي ناقص إكس، إن إي ناقص إكس فينال. إذا الآن نشأنا الجدول الوصفي. نمشيو الآن كنشوف هذا التمرين خدامين بالمواصلة بالموصلية ولا بالبي اش، خدامين بالبي اش. إذا خدام بالبي اش نسلطو الأضواء على H3O بلس، صافي. إذا ش إكس فين اش كتمثل بالنسبة لH3O بلس؟ كتمثل هي كمية المادة ديالو في الحالة النهائية. إذا كتبان لينا من خلال الجدول الوصفي لدينا إكس فينال كتساوي لنا إن فينال H3O بلس، و إن فينال هي كمية المادة، هي التركيز H3O بلس فينال في في، التركيز H3O بلس هو 10⁻ بي اش في. إذا إكس فينال حددناه هو شكون هو المتفاعل الوحيد؟ هادي الماء وافر، إذا هذا هو الوحيد. إذا وبما أن C2H5COOH هو الوحيد، فإن إكس ماكس شغتساوي لنا كمية المادة البدئية ديالو، إن إي ديال C2H5COOH مقسومة على المعامل اللي هنا هو واحد. إذا كتساوي لنا، كنشوف المعطيات اللي عندي الكمية على حمض إيطالويك وعلى حمض البروبانويك، عاطيني التركيز والحجم. إذا هادو كمية المادة البدئية كنت كنحسب عليها في المعطيات، إذا هي السي في الفي، هادي إكس ماكس هي السي. V أطرو النتيجة.
إذا طو شنو غادي تصبح؟ طو غتصبح هي 10 وتناقص بي اش في في على سي في في، إذا هي 10 وتناقص بي اش على سي. إذا طو غتصبح هي 10 وتناقص بي اش هي 10 وتناقص 3.90 على سي، شحال هي؟ 1 في 10 وتناقص 3. إذا طو غتبقى كتساوي القيمة 0.12. إذا هاد القيمة هادي مقارنة مع واحد هي صغيرة، إذا طو أصغر من واحد، إذا التحول محدود أي غير كلي. السؤال ثلاثة الآخر، بواسطة عملية التخفيف للمحلول S، إذا داروا خدام محلول S وداروا عملية تخفيف، نحصل على محلول مخفف S بريم لحمض البروبان ويك، تركيزه من المدار المستعمل هو سي بريم، كتساوي لنا 1.10 ناقص 4، إذا سي بريم كتساوي نسخة هنا 3. طلب لنا سي بريم كتساوي لنا 1.10 ناقص 4 مول لتر موان زائد، هذا المحلول هذا مخفف 10 مرات مقارنة مع المحلول الأول. إذا بالنسبة للتقدم النهائي طو القوة كتساوي 0.40، هذا طو بريم سميه. حنا في هذا عدد المحلول درسنا شفنا بأن طو توصلنا هي 0.12. قال في أي منحة سيتطور التفاعل خلال عملية التخفيف؟ في أي منحة تطور التفاعل خلال عملية التخفيف؟ واش في المنحة المباشر يعني منحة واحد، ولا في المنحة غير مباشر منحة اثنان؟ إذا هنا كنبنيو على طو، طو قبل تخفيف، طو كانت كتساوي لنا 0.12، بعد تخفيف، إذا طو شحال صبحات؟ 0.40، إذا هنا نسبة التقدم النهائي شنو قالها؟ زادت ولا نقصات؟ إذا طو، إذا التخفيف أدى إلى ارتفاع قيمة طو، ارتفاع قيمة طو، إش كاين قيمة طو ارتفعت؟ يعني بطريقة واحدة أخرى اقتربت أكثر من القيمة واحد، إذا ممكن التحول يوصل على القيمة واحد، شنو يبقى للحمض؟ غادي يتفكك كله. لو كان طو كتساوي واحد يعني التحول يولي كلي، يعني المتفاعل المحيط شنو قال؟ غيختفي. شكون هو المتفاعل المحيط؟ هو حمض البروبان ويك، يعني غادي يختفي كله، الحمض غيتفك كامل. الان ما وصلناش للواحد ولكن قربنا لها، هذا اش كيعني؟ واش الحمض زاد تفكك ولا ما تفككش؟ بمعنى القيمه ديال طو قربت للواحد، هذا كيعني بان الحمض زاد التفكك ديالو. اذا باش يزيد التفكك ديال الحمض، اذا خص التحول يمشي في المنحى المباشر. اذا التخفيف أدى إلى ارتفاع قيمة طو، أي اقتربت أكثر من قيمة واحد، وهذا يعني أن الحمض تفكك أكثر، وبالتالي فالتحول تطور في المنحى المباشر. هذا السؤال اللي من بعد 3-2 قال لك احسب بي اش محلول اس بريم. هذا السؤال غادي نحسبوا بي اش ديال محلول اس بريم. السؤال 4 حساب بي اش بريم للمحلول اس بريم. اذا توصلنا في على في السؤال هذيك، توصلنا في السؤال الثاني الى ان طو كتساوي لنا 10 أس ناقص بي اش على سي، هذه توصلنا لها. إذا يمكن أن نكتب بأن طو بريم كتساوي لنا 10 أس ناقص بي اش بريم المحلول الجديد على التركيز بالمحلول الجديد. إذا 10 أس ناقص بي اش بريم كتساوي لنا سي بريم في طو بريم، صافي. إذا باش نحط 10 ناقص بي اش كندخلو
ناقص اللوب. دابا الداله العكسيه هذه كندخلوا ناقص اللوب. اذا غتمشي اذا غيبقى عندي بي اش بريم كيساوي ناقص اللوب ديال هاد الجدع سي بريم فتو بريم، اذا كيساوي ناقص اللوب سي بريم شحال هي؟ هي 10 اس ناقص 4. 1 10 اس ناقص 4 هي 10 اس ناقص 4. فتو بريم هي 0.40. اذا غتلقاو النتيجه هي 4.40. ديال قيمة الـ pH بمحلول جاد. وبصفة طريقة عادية تأكدوا منهم لأن نسبة الخطأ واردة.